بروفيشنال. ترى انا اول مره بعد ادخله. احتاج الثرمومتر. الثرمومتر سلكت. اوكي ريدي. يلا انت ريدي خلينا نمشي. انا مسويه ريدي ولا ما مسويه؟ اوكي صاير صاير مدري معلق على خشمك. طيب شوفي الحين ياخذ وقت يمكن التحميم ما ادري عن شو اسمه. طيب الحين لازم نتفق على شو نسوي. اوكي check the equipment and get set up before investigating and remember to check the whiteboard for help. تبين تجين معاي ولا تبين نتفرق؟ البيت صغير فاحسن نجي مع بعض. ايش رايك؟ اوكي ما في مشكله حتى لو تفرقنا فتره. Discover what type of ghost we are dealing with. لازم نعرف اي نوع. طيب. ما اعرف انواع حقت الاشباح. هنا المشكله لازم تفتحين تفتحين هذه شو اسمه الجرنال وتحددين يعني تشوفين من الجنرال وش نوعه. اوكي معليش والله بس كنت برا البيت. لا لحظه قاعدين نبث اذا تبغى تجي خليها تجي. تعالي بس بقول لها عشان اوكي اذا بتجين تعالي بس احنا دخلنا جيم. بات الجيم يعني اي تعالي بس جيم. هذا خلصنا نرسل لك. تمام اشغلت الحين كاميرات. شوفي اوكي اخذت الفلاش. تمام ايش ناخذ بعد؟ شوفي انا راح اخذ الفلاش وراح اخذ الموشن سنسر قصدي حق الحراره وانت أيوة. خذي هذا اللي فيه خمس لمبات وخذي الكتاب او خذي اليوفي لايت. الكاميرا لازم واحد يصور مي وسخه. اوكي خذ الكاميرا. طيب انا ايش عندي اساسا؟ انا راح اخذ كاميرا الفيديو. يعني اسحب على الكتاب وجيب الكاميرا. ها بتاخذين كاميرا الفوتوغراف هذيك اللي انا حقت الصور عادي بس كتاب احسن عشان بناخذ معلومات فاهمه عشان نخلص نجمع معلومات بسرعه. خلاص اخذت الكتاب. اوكي طيب الحين ايش مطلوب مننا؟ مطلوب نعرف وش الشبح. لازم يحصل لنا جوست ايفنت. لازم يهاجمنا الشبح او يصير لنا شيء. لازم نصور مويه وسخه وبعد لازم نلقى اقل من 10 سن 10 بالدرجه الحراره سيدنيزيه. تمام يعني شو اسمه ريتشارد. ايش ريتشارد جاكسون؟ ها يب ريتشارد جاكسون. اساميهم غريبه صعبه صدقين. يقولون انهم يجيبون اسماء جاوب مع اي احد. ممتاز. يقولون انهم يجيبون اسماء ناس مشاهير فما ادري اسمه ريتشارد جاكسون. اخذته بس ما هو مشهور. على راح ارمي المفتاح. اخذته بسم الله. صديقي أين أنت؟ كأني سمعت صوت خطوات. خطواتي. شيت. خلنا نفتح الضوء في الممرات. اوكي. يا أنتِ في خطوات في صوت أحد يمشي. ما يمكن. ها هنا في لمبتين. بس ما في درجة حرارة كلش. ترى على فكرة احنا بروفيشنال. اوكي اذا بدأ يهجم على طول تخبي واخرب اي مكان. باي مكان تخبي عن طريقه واقعدي. تبين تطفين على راحتك ما تبين على راحتك واقعدي. يعني اوكي ما يعرف مكاني من البيت. اي بس لا تصرم بالطريق واماكن ضيقة. خليك مكان وسيع يعني غرف. ايه فاهمة واخر عن طريق الممرات. صوت مشي في لعب اعصابي بصراحة. من جد؟ ما تنفتح الثلاجة؟ مو في الـ هذا القابو شكله فوق. شت انت فوق. ليه ما تردين؟ انا اسالك انت فوق وقاعده تمشين ما شاء الله. شبه والله خوفتيني من جد والله ما امزح.
كم في شباشب عندهم؟ ليش كلها تحت السرير؟ ما أدري، تبين أنفسهم. خيل أمشي بشبشب من غرفتي. خير أوسخ الدنيا. ها سمعت صوت مشي ولا أنت؟ Oh my god so cute. ما تأخر شيء. أنا قاعد أفتش مكان فيه درجة حرارة أقل من شو اسمه من 10 بس ماش ما لقيت ولا أي مكان. دورتي في البيسمنت؟ رحت ما لقيت شيء. كان في أكثر من لمبة واحدة. هلا عليك عليكم السلام. وليد هلا والله حياك. وليد ولا كذا جيت من عندي؟ ترى ما أعرف أنطق الأسماء زين بصاري. أنا ما نادي أم سميوم. هلا؟ أحس إني كبيرة. أقول أنا متابعين حقيني ما نادي أم سميوم. أحس إني ما أبغى أغلط فيهم. ها جل شو تسوين؟ ياب وليد يقول زين. كذا أقول أنتم. أنتي. أوكي. أنا نزلت البيسمنت. أوكي شكلنا أنا مهم هنا. أنا راح أروح أدور مكان ثاني. اختفت اللمبات. ترى يمكن عشان بروفيشنال اللي ما يبين ينتظر ينتظر لين تنزل السانتي حقتنا بعدين يهجم علينا. شيت سانتي حقتنا. ها هنا في ثنتين صدقين شكلها بالهول واي. انت فتحت الانوار كل الانوار شو اللمبه هذا هنا 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 ارجب ياب في المطبخ والبالممر كله باب ينفتح. ياب هنا راح احط له هنا واحد هنا في الحمام اللي في المطبخ. يا بنت الحلال شكله ريفيننت. راح احط واحد هنا. جي فتح تعالي هنا شوفه. ما في ليتات ما في لمبات غير الوحده هذه. اوكي راح اروح اجيب فلاش لايت ثاني. شكرا على الهوست وليد شكرا لك. تمام حلو الحين راح اجيب كاميرا ثانيه ونحطها في مكان ثاني عشان نتفرج عليه. ايه لمبات شي ما ينشال تو طلعت لي ثلاث لمبات. وين عند الباب هنا هو شكله تصدقين ريفيننت. شكله هذا ريفيننت اللي يتحرك في كل مكان وسريع جدا ويقتلك بسرعة. يخرع يعني رحنا في 60,000 داهية. بروح اجيب كاميرا واحطها في المطبخ ونطلع نقعد نراقب شو اسمه الكاميرات الفيديو. هنا في لمبتين خل ارمي هذا ما احتاجه. واحد ناخذ هذا. كان في لمبتين بس انها اختفت. انت اللي فتحتي الباب قبل شوي. انا برا كنت. اما سمعت صوت باب بينفتح. وين؟ اكيد في بصمات. عندك اليو في لايت؟ لا معي الكتاب والكشاف هذي حقت اللمبات. Are you there? اه Give us a sign. شرط مستحيل ما هو يعطينا شرط. How old are you? Can you hear me? تشتغل؟ لا. شكله فوق. حطي عندك الكتاب جبت الكتاب؟ اي مي. اوكي بروح اشوف وين مكان الكاميرا عادل عشان نحطه قدام الكاميرا. وشوف كيف والله مرة لو اشوف مو مسيتك. قاعد اشوفك هنا في الشاحنة هنا. شكله بالحمام؟ في خمسة. خمسة؟
ايه وخمسة في الحمام. حط الكتاب. حط الكتاب في الحمام. يلا جاي انا بجيب الكاميرا احطها في الحمام بعد. اولع تدم الحمام. انحاشي. هانت هانت يما يما. اقعدي اقعدي اقعدي. ذبحني انا حمام. ما قعدت قعدت تتحرك بعد عنه. يا الله يشوفك. شت مش دايم موت. ليش اقسم بالله خرش اهلي شكله يخوف. قلت لك اقعدي. شوفيني ميتة مسكينة حالتي حالة. شت شت شت. رميت الكاميرا. خاجي معي اغراض اول. ما في الا انا الحين. كتب كتب علي شوي. ما علي مشكلة. يلا جاية. متأكد انه في الحمام؟ متأكد انه في الحمام؟ لا مو في الحمام. ماني شايفته. بس انه كان في خمس لمبات عند الحمام. شفتي كتب 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 الحمام. داي 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 داي. اشوفه كذا حاقد. لان ما ادري. انا بطلع بحط في الجورنال انه في كتابة. اوكي جوست رايتنج. روحي الجنة. طيب وش غير؟ درجة حرارة اقل من صفر صح ولا لا؟ الحين انا اشوف لو قاعد تلفلف. ايوه. طيب وش غير؟ خلنا نروح اشوف الكاميرات ان شاء الله ان يطلع لنا الاوربس ولا شيء. من خوين الشبح. شكله ديمن. ما هو ما شفته زين. قتلني قتلة باردة. لازم اصورك الحين. شوف ايش عندنا مهام. يقول لازم ديرتي واتر. لازم نجيب مويه وسخه. شوفي اذا تسمعين صوت خليك في خليك في البيت. اذا سمعتي صوت صوت المويه علميني عشان انا اجي اخذ الصوره. وثاني شيء الحمد لله الحمد لله تمام. اف 2 ما ادري واي 8 تمام. ايش اخبارك انت؟ اوكي تمام. الحين ايش كنت باخذ معاي؟ ثواني اشوف. فتح النور. وات شكله في الحمام فعلا. أرض وينك الحين؟ تقولي اني اقدر اشوف اذا صرت شبح صح؟ يب. اذا طلع راح تشوفينه. اذا قدرت اشوفه انا تقدرين تشوفينه انت بس ما راح يذبحك. تخاف الحمام قاعد يلعب بالنور. طيب ايش كنا احنا في مويه وسخه بالحمام اللي تحت ذبحني عنده. ايه اللي تحت اللي عنده كتاب. طيب خل اروح اجيب لي اليو في لايت. يلا بسم الله. يب اسمع صوته. بصمات. يلا خلنا نتحرك. اوكي هذا محتاجه. ايش باقي؟ في بصمات فينجر برينت. تاكد انت. انا ما ادري شكلي ضيعت هذا الفريزن تمبرتشر. كان هنا في المبنى هذا ولا مبنى ثاني؟ شكله لا نوع. والله ما ادري بس انا بقي لنا نكتشف نوع. هو جوست رايتنج. وانت قلتي وصل خمسة لمبات. ايه تمام تمام حلو. ريفننت قلت لك ابن اليهود. ريفننت اوكي. ترى صوتي قطع. ثواني خل اشوف. معليش ام سوري. يمكن النت عندي ما ادري والله. صوت مين؟ صوتي انا ولا صوت البث ولا صوت مين بالضبط؟ ترى من زمان ما كنت ابث ما كنت ابث. انا ما بثيت الا الحين يعني تقريبا لي اقل من اسبوع. طلع ريفننت. انتراكشن انتراكشن وديرتي واتر. ما حسب الصورة الثانية ولا حسب صورتك. شت المفروض يحسبها.
شفتوا النوع ريفيننت. انت حطي افتحي الجورنال تمام، وحطي اول واحدة حطي الجوست رايتنج، جوست رايتنج، والثانية الاف الاي ها الجي، هذه الجي الجي. اوكي وليد تقول، يقول وليد الصوت ممتاز عنده، حلو تمام. اوكي بعدين فينجر برينت ساوند نمبر 1 ايش احط؟ احطي جوست رايتنج. اوكي ما عندي جوست، ايوه لقيت. الثانيه الاي ام اف 5 هذه انت قلتي شفتيها. اوكي والثالثه الفينجر برينت بصمه اليدين. برينت اوكي. بعدين جوست تايب حركي ما يطلع لك الا ريفيننت. يب يلا ليتس جو. جاهزه؟ يب يلا رم شتل. الحين ممكن تجيب انا 165 وات هيس ليفل 2. اوكي ممتاز حلو، اعطاني 170 اكسبيرينس والله شيء حلو بصراحه. عشتني مت ما اعطاني حاجه زي يب. البروفيشنال احسن بكثير.